بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بالشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه الأخت من الرياض هاء ألف استعرضنا بعضا من أسئلتها في الحلقة الماضية، وبقي لها مجموعة من الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ: أنا دائما أنسى التسمية عند الوضوء للصلاة، فهل وضوئي وصلواتي صحيحة السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التسمية عند بداية الوضوء مشروعة بإجماع للعلم. منهم من يرى أنها واجبة كالإمام أحمد، ومنهم من يرى أنها مستحبة وهم الجمهور. فإذا نسيها الإنسان وتولّى ولم يسمي فإن وضوءه صحيح، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي ويكمل وضوءه، وأما إذا لم يذكرها إلا بعد ما أكمل الوضوء فإن وضوءه صحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: ما الحكم إذا نسيت أن أجلس للتشهد الأول وماذا يلزمني؟ عليك بسجود السهو. من ترك التشهد الأول سهوا ولم يذكره إلا بعد أن دخل في الركعة الثانية فإنه يجبره بسجود السهو قبل السلام، وأما إن ذكر قبل أن يعتمد قائما فإنه يرجع ويأتي بالتشهد الأول لأنه ما فات محله. نعم. تقول: إذا طهرت الحائض وهي المدرسة أو الجامعية أو عند زيارتها لأحد وحان وقت الصلاة فماذا تفعل؟ وإذا كان وقت الصلاة يفوت بسرعة مثل المغرب والعصر، هل تتوضأ وتصلي إذا رجعت لمنزلها؟ إذا كانت ترجع إلى منزلها قبل خروج الوقت فإنها تؤخر الاغتسال إذا رجعت إلى بيتها وتغتسل وتصلي، أما إذا كان سيفوت الوقت ويخرج الوقت فإنها تغتسل في المكان الذي هي فيه، وهذا ميسر ولله الحمد. تدخل في مكان مستور مثل دورات المياه اليوم التي في البيوت، تدخل فيها وتغتسل ولا يحصل في هذا أي حرج. أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الرياض علياء تقول: هل هذا الحديث صحيح: لا تميرضوا فتمرضوا؟ لا أعرف لهذا أصل، ولكن الإنسان الذي من الله عليه بالعافية والشفاء لا يجحد هذه النعمة ويتظاهر بالمرض. تسأل عن ساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة، هل تستمر هذه الساعات؟ ساعة قليلة التي في يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرها أشار بيده، قال الراوي كأنه يقللها، فهي ساعة يسيرة تمر في يوم الجمعة ولا يدرى أي لحظة منه، أخفاها الله من أجل أن يجتهد المسلم في كل يوم الجمعة في الدعاء، ويكون قد صادف هذه الساعة وأيضا زاد عليها الدعاء في باقي اليوم، يكون هذا أكثر أجرا له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، انصراف الناس عن ساعة الإجابة يوم الجمعة ما أسبابه إشغاله؟ أسبابه عدم رين، إما الغفلة والنسيان والانشغال بأمور الدنيا، وإما عدم الرغبة في الخير وعدم تحري الخير. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز أن نقرأ القرآن لأحد الوالدين إذا كان لا يعرف القراءة، وما حكم إهداء ثواب الأعمال للأموات مأجورين؟ إن كانت تقصد قراءة القرآن لأحد الوالدين أو لغيرهما وهو حي، فهذا يدرس القرآن ويعلم القرآن، يعلم القرآن ويقرأ هو ولا يقرأ له. وأما إن كان القصد قراءة القرآن للأموات فهذا غير مشروع لأنه لا دليل عليه، ولكن المشروع الذي يصل إلى الميت من الأعمال المهدات ما صح به الدليل، وهو الدعاء للميت أو الصدقة عنه أو الحج أو العمرة عنه، هذه الأعمال ورد الدليل في أنها يصل ثوابها إلى الميت، وما عداها فالأصل أن العمل يكون للعمل. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما
سعى. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من الأردن بعثت في مجموعة من الأسئلة تقول: فضيلة الشيخ، عندي أولاد زوجي، قمت بتربيتهم وأحسنت في تربيتهم وأحبهم ويحبونني، فهل أعتبر ككافل اليتيم لهم وهل أؤجر على ذلك مأجورين؟ هؤلاء ليسوا أيتاما إلا إن كان أبوهم قد توفي. إن كان أبوهم قد توفي وكفلتهم هذه كفالة يتيم، أما إذا كان أبوهم هذا إحسان وليس هو من كفالة اليتيم لكنه إحسان وبر وفيه أجر إن شاء الله. نعم. تقول فضيلة الشيخ من أسئلتها بأنه حصل جماع بينها وبين زوجها أثناء الصيام في فترة طويلة، تقول: ولا أعرف ماذا أفعل، ولا أستطيع أن أصوم شهرين، أريد أن أطعم 60 مسكين ولكن لا أعرف في أي وقت، هل في رمضان أم في أي وقت، أرجو الإفادة. الجماع في رمضان محرم منكر شديد، وقد أوجب الله فيه التوبة وقضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة المغلظة وهي صيام شهرين، فمن وهي إطعام وهي عتق رقبة، هذه الدرجة الأولى. فمن لم يجد الرقبة إما لأنه لا يوجد الرق أو أنه موجود ولكنه لا يستطيع الشراء، فهذا ينتقل للخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع لمانع يمنعه من الصيام لصحته أو أعمال لا يستطيع معها الصيام، لا من أجل الكسل أو من أجل عدم تحمل مشقة الصيام، فإن هذا يطعم 60 مسكينا، وكل يوم له كفارة، تكون الكفارة بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع، ومن لم يعرف عددها فإنه يقدرها ويكفر عنها، كل يوم عنه كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ صالح تقول: كثرة الوساوس في الصلاة هل تبطلها؟ لا تبطلها، ولكن يذهب الثواب. الوساوس التي بغير اختياره هذه لا تضره، ولكن عليه أن يدافعها وأن يعود إلى الصلاة إحضاريا. أما التفكير في الصلاة في أمور الدنيا وعدم إحضار القلب فيها فهذا يكون صاحبه ليس له أجر من صلاته، ويخرج منها بدون أجر، لا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما حضر فيه قلبه، قد يكتب له نصف الصلاة، ربعها، عشرها، أقل من ذلك، حتى ربما لا يكتب له شيء. فهذا يجب التفطن له، إن الإنسان يقبل على الصلاة ولا ينشغل بأفكار الدنيا والبيع والشراء والذهاب والمجيء وقال فلان وقال علان، ينشغل قلبه بهذه الأمور، هذا يفرق الصلاة من الثواب، لأنه يدل على عدم الخشوع. الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا لم يحصل فيه خشوع، وإنما قلبه مشغول بأمور الدنيا، فهذا لا يكتب له أجر. أما الذي عنده وسواس بغير استطاعته فهذا لا ينقص من أجله شيء إن شاء الله، ولكن عليه أن يدافع هذا الوسواس لأنه من الشيطان. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة من الأردن فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله بأنها عصبية ولكن سرعان ما تهدأ، فهل تأثم على تصرفها وما علاج الغضب والعصبية؟ لا، العصبية والغضب من الشيطان، وعلاجها بالاستعاذة بالله من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من حصل منه غضب أن يستعيذ من الشيطان الرجيم فيذهب عنه الغضب. الله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعالج الغضب بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، كذلك الوضوء. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا اشتد عليه الغضب يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من النار والماء يطفئ النار. وكذلك إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع يغير من حاله التي هو عليها حالة الغضب ليتغير عنه الغضب. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ تقول السائلة من الأردن: فضيلة الشيخ، عندما تحصل لنا مناسبة فرح أو نجاح نحن النساء نغني ونفرح ولكن دون اختلاط الرجال بنا، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ لا بأس به، بل هو مشروع لإظهار لإعلان النكاح،
ويكون بالدف ضرب الدف بين النساء، ويكون بالغناء الذي ليس فيه مجون وليس فيه تطريب، ما يكون على شكل الأغاني الماجنة المعاصرة الآن، وإنما هو غناء عادي بأصوات مجردة، ولا يكون معه معازف ولا مزامير، وإنما يكون معه دف، والدف معروف، فهذا من أجل إعلان النكاح وهو سنة. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تذكر بأن زوجها كثير الخروج من البيت ولا يحب أن يجلس معها ومع أولادها، تقول ونحن نهيئ له الجو المريح، ولكن دائما يحب أن يخرج ويسهر مع زملائه وهذا لا يريحنا، فهل يأثم بتركه لنا فضيلة الشيخ؟ وما توجيهكم للأزواج؟ نعم، على الوالد أنه يجلس مع أولاده ومع زوجته ويتفقد أحوالهم، وأن يربي أولاده على الطاعة وعلى الخير، ويدرسهم القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأمور العقيدة وأمور الفقه الذي يحتاجون إليه، لأن هذا من التربية ومن حقوقهم عليه، ولا يعرض عنهم ويتركهم ويجفو في حقهم، لأن هذا من سوء التربية، ولهم حق عليه، الزوجة لها حق العشرة، والأولاد لهم حق التربية وتعليم، وهم أمانة عنده ومسؤول عنه. نعم. تذكر في آخر أسئلتها وتقول فضيلة الشيخ بأنها تخاف من المستقبل، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ عليها بالتوكل على الله والاعتصام بالله وإحسان الظن بالله عز وجل، ولا يكون عندها تخوف، بل تثق بالله، تتوكل على الله، تحسن الظن بالله، تكثر من الدعاء والاستغفار، والله جل وعلا يحميها ويؤمن روعها من المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة ألف عين من جدة تقول فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء بصيغة وأعوذ بك منك، علما بأنه ذكر في الكتب في كتب الأذكار مأجورين؟ هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لجا من الله إليه سبحانه، أعوذ بك منك هذا لجوء من الله إليه، كما قال تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، هذا اعتراف بأنه لا يعصم من الله ومن عذابه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا أحد يعصم من الله، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، فهذا من الاعتراف بالعجز ومن الاعتراف لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ، عند الميقات نويت العمرة متمتعة بها إلى الحج، وبعد الاغتسال للإحرام وليس الملابس الداخلية، قمت بوضع بودرة تحت الإبط ولبس نعم تقول ولبس الملابس الداخلية قمت بوضع تحت الإبط بودرة دهن العود، علما بأنها معطرة، وكان قصدي فقط إزالة رائحة العرق وكراهيتي أن يخرج ذلك عند الناس، وقد عرفت بعد ذلك بأنني مخطئة فيما فعلت، ولم أقم بإعادة إحرامي وتغيير ملابسي، وفي اليوم الثامن من الحج أحرمت ولم أمس شيء أثناء الإحرام لمعرفة ذلك، فماذا يلزمني؟ لا بأس بالتطيب قبل الإحرام، قبل عقد نية الإحرام، فإذا كان ما حصل منك قبل عقد نية الإحرام فهذا لا بأس به، والإنسان يتطيب قبل الإحرام في بدنه، يطيب بدنه، هذا سنة لأجل إزالة الروائح الكريهة، لكن المرأة لا تتطيب بالطيب الذي له رائحة قوية يشمها الناس، وإنما تتطيب بطيب له رائحة غير قوية مما يزيل العرق ويزيل عنها الرائحة الكريهة، هذا قبل الإحرام. أما بعد نية الإحرام فلا يجوز للمحرم أن يتطيب، لا رجلا ولا امرأة، فإن فعل متعمدا فعليه الفدية، وهي إطعام 10 مساكين، الفدية هي كما قال الله جل وعلا إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة توزيعها على الفقراء، أو صيام 3 أيام، هذا في حلق الرأس، حلق الرأس من أجل الأذى، ويقاس عليه التطيب بجامع أن كل منهما نوع من الترف، فإذا فعل هذا متعمدا بعد الإحرام عليه الفدية، أما إذا فعله ناسيا فليس عليه شيء، ولكن يزيل الطيب، يبادر بإزالة الطيب، ومن لم يعلم إلا
بعدما أنهى الإحرام وتحلل ولم يعلم بهذا ولا يعلم بالحكم فليس عليه شيء، لأنه معذور بالجهل. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة فضيلة الشيخ: ذهبت إلى العمرة وفي أثناء الطواف الكعبة دعوت الله عز وجل بطريقة القسم عليه: يا ربي إن تجاوزت المرحلة الأولى والثانية في القسم الذي قبلت فيه في الكلية وأدرس فيه فسوف أكفل يتيم من خلال المكافأة التي استلموها، وقد تحقق الامتياز والحمد لله ويسر الله لي ذلك، وفي السنة قمت بدفع مبلغ من المال لكفالة يتيم لمدة شهر في إحدى البلاد الإسلامية بواسطة جمعية خيرية. السؤال: هل برئت ذمتي في ذلك العمل أم أنني مطالبة بالدفع متى استلمت المكافأة، علما بأنني لم أحدد المدة؟ وهل يعتبر ذلك يمين يجب الوفاء به طيلة السنوات الأربع؟ وإذا لم يكن بمقدور ذلك هل علي شيء مأجورين شيخ؟ هذا نذر وهو بحسب النية. إذا كانت نوت أنها تدفع كفالة يتيم لجمعية معينة، نذرت أن تدفع كفالة يتيم للجمعية الفلانية كل شهر، إن هذا يلزمها ويتكرر مع تكرر الأشهر والرواتب والمكافآت. أما إذا أنها لم تنوي التكرار وإنما نوت يتيما واحدا فإنها يكفي أن تكفل يتيما واحدا ويحصل بهذا البر بنذرها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخوكم في الله عين عين صاد يقول: فضيلة الشيخ، ما الذي يصل للميت غير الدعاء؟ وما أكثر شيء يفيده؟ وما معنى قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ يصل إلى الميت من ثواب الأعمال التي يعملها الحي ما دلت عليه الأدلة، وهي أولا الدعاء، قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا يشمل الأحياء والأموات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قوله صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له، دل على أن الميت ينفعه دعاء الحي إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يلحق الميت من أعمال الأحياء الصدقة الجارية، وهي الوقف الذي يوقفه الإنسان في وجوه البر بعد وفاته، فهذا يلحقه نفعه. وكذلك لو أن أحدا أوقف وقفا للميت وجعل ثوابه له ينفعه ذلك، لأنه من الصدقة الجارية. وكذلك الحج والعمرة عن الميت، لأن امرأة أو رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه مات ولم يحج، هل يحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. نعم، فهذه الأمور تستثنى من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تكون مخصصة لهذه الآية. وما عداها فإنه لا يعمل للميت لأنه لا دليل عليه. نعم، حفظكم الله. بالنسبة لهذا السائل من العراق كركوك عين عين صاد يقول: هل صحيح أن من مات بحادث دهس شهيد، وأن من مات بمرض لا يرجى شفاءه شهيد، وما الدليل على ذلك مأجورين؟ الذي يموت بحادث مفاجي هذا له أجر الشهيد، الذي يموت بالحريق أو الغرق أو بدهس السيارة أو انقلابها، حوادث السيارات المفاجئة، هذا له أجر الشهيد. كذلك المرأة تموت في الولادة لها أجر الشهيد، كما دل على ذلك الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المسح على الجوارب وما الدليل في ذلك؟ المسح على الجوارب مشروع، يكفي عن غسل الوجهين، مثل المسح على الخفين، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن بشرط تكون الجوارب ساترة للرجلين من الكعبين وما تحتهما، وأن يكون الجورب صفيقا، يعني غير شفاف وغير مخرق ومشقق، بل يكون ساترا لجميع القدم، جميع الرجل، فيمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، يقولون من الكراهية أن تقولها وراء الإمام مباشرة، هل هذا صحيح؟ نعم، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقولها الإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد،
تسأل عن وضع اليدين في الصلاة وعن كيفيتها فضيلة الشيخ. وضع اليدين حال القيام يكون على الصدر، يقبض اليسرى بالكف اليمنى ويضعهما على صدره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما في حالة الركوع تكون اليدان على الركبتين، يلقم كل يد ركبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما في حالة السجود فاليدان توضعان على الأرض وهما من أعضاء الوضوء السبعة. وفي حالة الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الأول أو الأخير توضع اليدان على الفخذين. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل بالنسبة إلى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي، وإلا فكل صلاة تصلى في وقتها. قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز الجمع إلا في حالة الأعذار الشرعية وهي السفر، من جاز له القصر جاز له الجمع. وفي حالة المرض المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يجمع بين الصلاتين تخفيفا عليه. وفي حالة المطر إذا كان هناك مطر ينزل يبل الثياب فيجمع بين المغرب والعشاء تخفيفا على الناس، أو كان بعد المطر وحل في الأرض ومياه وطين يتأذون بالمشي فيه فيجمعون بين المغرب والعشاء من أجل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول بالنسبة إلى الإفطار قبل الأذان، يقولون بأن من السنة ألا تفطر إلا بعد غروب الشمس مباشرة، هل هذا صحيح؟ نعم، الإفطار ما يدخل وقته إلا بغروب الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن لا يشاهد غروب الشمس فإنه يكتفي بسماع الأذان الذي يكون على الوقت، ومن لا يسمع الأذان يعمل بالتوقيت المحلي، توقيت المحلي مثل تقويم أم القرى، إذا كان لا يرى الشمس ولا يسمع أذان فإنه يفطر على التقويم المحلي. نعم. مسألة السائل عين عين صاد يقول ما حكم مس المرأة الأجنبية، هل ينقض الوضوء بغير المصافحة؟ ينقض الوضوء إذا كان مباشرة من غير حائل وكان معه شهوة، إذا مس بشهوة من غير حائل فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج شيء منه. نعم. في آخر أسئلة السائل يقول بأنني لا أستوعب القرآن في القراءة كما في الاستماع، هل لي أن أسمع في كل يوم جزء بدلا من القراءة في كل يوم جزء، علما بأن هناك قول للقارئ أجر وللمستمع أجران، أفتون في ذلك مأجورين؟ لا، هذا غير صحيح، أن القارئ له أجر والمستمع له أجران، يعني الأفضل أن الإنسان يقرأ القرآن هو الأفضل ويقرأه على حسب استطاعته، قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، هذا الذي له أجران الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، والمستمع له أجر لكنه ليس مثل أجر القارئ، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا من أسباب الرحمة، سماع القرآن والإنصات له من أسباب الرحمة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ. شكرا.